نبتدي النهاردة مع بعض ندرس في سفر المكابيين الأول، ولكن قبل ما ندرس نبتدي هقرأ جزء من الرسالة للعبرانيين إصحاح 11، وياريت برضك يبقى معانا أناجيل نقدر نتابع مع بعض عشان نشوف أهمية السفر اللي احنا هندرسه. في عبرانيين 11 من عدد 33، عبرانيين 11 من عدد 33: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا بئرا، مالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قياما أفضل، وآخرون تدربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا نشروا جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين مكروبين مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان، لم ينالوا الموعد سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. نعمة الله الآية تكون معنا، أمين. مين هم الناس دول اللي بيتكلم عنهم بولس الرسول؟ اللي عذبوا ولم يقبلوا النجاة، واللي تجربوا في غزء وجلد، وطافوا مغربين معوضين، وفي جلود غنم وجلود معدة، وعاشوا تايهين في البراري والجبال ومغاير وشقوق الأرض. وفي الآخر يقول إن هو لم يكن العالم مستحقا لهم. مين هم الناس دول؟ لا مش التلاميذ ولا القديسين ولا الشهداء. الكلام ده يختص بعهد المكابيين. الناس اللي بيتكلم عنهم بولس الرسول، صحيح احنا خدناها على الاباء الرهبان اللي عايشين في الجبال والمغاير وشقوق الارض، لكن ايام بولس الرسول ما كانش فيه رهبنه، وفي عصر بولس الرسول ما كانش فيه عصر الاستشهاد. الفتره دي من عبرانيين 11 بولس الرسول كتبها مخصوص من اجل جماعه المكابيين، يقصد بيهم الناس اللي عاشوا في فترة المكابيين وذاقوا ألم ومرارة واضطهاد وضيق شديد عظيم جدا من أجل شهادتهم لكلمة ربنا. وهم دول اللي هندرس حياتهم وهندرس مواقفهم واحنا بندرس في سفر المكابيين مع بعض. الناس لم يكن العالم مستحقا لهم، لأن من أجل تمسكهم بكلمة الله دفعوا ثمن غالي جدا، سواء بحياة معذبة على الأرض وصلت إلى حد الموت والاستشهاد من أجل التمسك بعهد مع الله. هنبتدي ندرس مع بعض من سفر المكابيين الأول، الإصحاح الأولاني. إن الإسكندر
ابن فيلبس المقدوني بعد خروجه من أرض كاتيني وإيقاعه بداريوس ملك فارس ومادي ملك مكانه، وهو أول من ملك على اليونان. ثم أثار حروبا كثيرة وفتح حصونا متعددة وقتل ملوك الأرض واجتاز إلى أقاصي الأرض وسلب غنائم جمهور من الأمم، فسكتت الأرض بين يديه وترفع في قلبه وتشامخ وحشد جيشا قويا جدا واستولى على البلاد والأمم والسلاطين، فكانوا يحملون إليه الجزية. وبعد ذلك انطرح على فراشه وأحس من نفسه بالموت، فباع عبيده الكبراء الذين نشأوا معه منذ الصبا، فقسم مملكته بينهم في حياته، وكان ملك الإسكندر 12 سنة ومات، فتملك عبيده كل واحد في مكانه، ولبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة، فكثرت الشرور في الأرض، وخرجت منهم جرثومة أثيمة هي أنتيكوس الشهير ابن أنتيكوس الملك، وكان رهينا في روميا، وملك في السنة 137 من دولة اليونان. هنا الكاتب بيدينا لمحة تاريخية عن الفترة اللي ظهر فيها المكابيون وعن حياة شعب اليهود في الفترة دهية. احنا عارفين ان شعب اسرائيل اتاخد في السبي على يد نبوخذ نصر سنة 586 قبل الميلاد، وعاش في بابل لمدة 70 سنة، وبعد مملكة بابل جت مملكة مادي وفارس. احفظوا التاريخ كده عشان تبقوا فاهمين الامبراطوريات العظيمة اللي ظهرت في التاريخ. اول امبراطورية عظيمة كانت الامبراطورية الاشورية بتاعت اشور بني بابل. البابلية هزمت الاشورية وسابت الايه العالم، يبقى اشور وبعد اشور بابل. بعد بابل انهارت وجي مكانها مملكة فارس وهي المملكة الفارسية، وبعد الفرس جم اليونان، وبعد اليونان جم الرومان تاني. أشور، بابل، فارس، اليونان، الرومان. الشعب رجع من السبي في أيام كورش ملك فارس، يبقى الشعب اتسدى في أيام نبوخذ نصر ملك بابل، ورجع لأورشليم أيام كورش ملك فارس. وفضلت المملكة الفارسية تسود من 520 تقريبا أو في الرينج ده، لحد ما ظهر قائد في أرض اسمها كاتيم أو في جزيرة اسمها كاتيم، وكاتيم دي اللي هي جزيرة قبرص، جزيرة قبرص. واسم القائد العالمي ده اسمه الإسكندر الأكبر أو إسكندر ابن فيلبس. ظهر الإسكندر الأكبر وابتدى ملكه سنة 333 قبل الميلاد. 333 قبل الميلاد. وابتدى يكون إمبراطورية عظيمة جدا اللي هي الإمبراطورية اليونانية. اجتاحت
أماكن كتيرة من العالم وقدر يهزم الإمبراطورية الفارسية ويسود على العالم كله وغزا العالم لفترة صغيرة جدا. في 12 سنة كان قدر يغزو العالم كله وأسس الإمبراطورية أو المملكة الإغريقية أو اليونانية. الإسكندر الأكبر ده معروف في التاريخ إنه من القادة العظام اللي قدروا يحققوا غزو كبير للعالم وعلى اسمه اتبنت مدينة إسكندرية. وده كان سنة 333 قبل الميلاد. وقدر إسكندر الأكبر من ضمن الحتة اللي خدها خد مصر وخد سوريا وخد إسرائيل. استولى على كل المنطقة بتاعت الشرق الأوسط دهيت. يبقى إسكندر الأكبر طلع من اليونان وفي نفس الوقت كان في الحضارة اليونانية بالثقافة بتاعتها صارت لغة العالم كله. العالم كله في الوقت ده كان بيتكلم اليوناني. إسكندر الأكبر معاش غير 12 سنة زي ما قرينا دلوقتي في سفر المكابيين. بعد ما مات المملكة انقسمت، أو في واقع الأمر هو لما حس إنه هيموت راح مقسم المملكة بتاعته لأربع أجزاء، لأربع قوات من قوات الجيش بتوع أصدقائه، قسم عليهم الأرض. فلما مات جم هم ولبسوا التيجان من بعدين. كان أشهر الأربعة واحد اسمه بطليموس. فجه بعد الإسكندر الأكبر عصر البطالسة في مصر، خدوا حتة مصر البطالسة، وتاني واحد اسمه سلوقس وده خد منطقة سوريا. بطليموس خد حتة مصر وإسرائيل، أو شعب إسرائيل كانوا في الأول تبع البطالسة. وبطليموس ده اللي عمل ترجمة للكتاب المقدس علشان يرجي اليهود ترجم العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية. وسلوقس ده خد منطقة سوريا وعمل مملكة اسمها مملكة السلوقيين. وفي الاثنين التانيين اللي خدوا من بعد الاسكندر غير بطليموس وسلوقس، واحد اسمه لوسيماخوس ده خد منطقة اسيا الصغرى اللي هي تركيا. في واحد تاني اسمه كساندر وده خد منطقة مكدونيا ومنطقة اليونان او الجزء الجنوبي من قارة اوروبا. فلما مات الاسكندر الاكبر اتقسمت المملكة لاربع اقسام. لكن أشهر اثنين فيهم كان بطليموس وسلوقس، والاثنين دول فضلوا هم ونسلهم يتصارعوا مع بعض مين اللي ياخد الحتة كلها. فباستمرار كان في حرب ما بين بطليموس وما بين السلوقيين، وأكتر حتتين كانوا مركزين عليهم مين اللي يجمع مصر وسوريا الاثنين مع بعض. حقيقة ان الجزء ده هو كان تنبأ عنه دانيال. دانيال كان موجود في فترة السبي يعني حوالي 580، والاحداث دي حصلت سنة كام؟ 323. يعني دانيال قدر يشوف الاحداث دي من قبل ما تحصل بحوالي 300 سنة. نلاقيه فين في دانيال؟ لو طلعنا سفر دانيال مع بعض الإصحاح الثامن عشان أوريكم قد إيه الكتاب المقدس مرتبط ببعض. دانيال إصحاح 8، وده اللي بيأكد لنا قانونية الأسفار اللي احنا بندرسها وأهميتها، مش زي ما البروستانت حذفوها. لا، الأسفار القانونية دي ليها تدخل كبير جدا
بالاسفار اللي موجوده في ايدينا بتاعه الكتاب المقدس. هنشوف دلائل وشواهد كتيره. شفنا ادي بولس الرسول بيستشهد لما اتكلم في عبرانيين 11 عن الناس دول اللي هم في سفر المكابيين، وأبي دانيال من قبل ما الأحداث تحصل بحوالي 300 سنة كان تنبأ عن الأمور اللي هتحصل بالظبط، ودي اللي تسجلت في سفر المكابيين. ونفس السيد المسيح في إنجيل يوحنا في عيد التجديد، عيد التجديد ده اللي جددوا فيه بناء الهيكل، موجود ومعروف من سفر المكابيين. فكل دي بتورينا أصالة السفر ده هو، وإن دي مش أسفار دخيلة أو أسفار متألفة. في دانيال 8 من عدد 1 ربنا كشف له كده عن الظروف اللي هتحصل بعد 300 سنة. بيقول في السنة الثالثة من ملك بلشسر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤية بعد التي ظهرت لي في الابتداء. شاف رؤية تانية غير الرؤية اللي شافها قبل كده في إصحاح 7. فرأيت في الرؤية وكان في رؤياي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية عيلان، رأيت في الرؤية وأنا عند نهر أولاي، رفعت عيني ورأيت وإذ بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان الواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا. الكبش ده هو هيفسره بعد كده في نفس الإصحاح بأنه هو مملكة مادي وفارس. كبش وليه قرنين، واحد أعلى من التاني، الأرض الأولاني اللي هو مادي والأرض التاني اللي هو مملكة فارس. عشان كده المملكة الفارسية أصلا كانت عبارة عن اتحاد لمملكتين، مملكة مادي وفارس. والقرنان عليان والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا. رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده. وده فعلا المملكة الفارسية خدت العالم كله. وفعل كمرضاته وعظمه. وبينما كنت متأملا إذ بتيس من الناس جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. يعني تيس جاي بسرعة جبارة، اللي هو الإسكندر الأكبر. ولتيس قرن معتبر بين عينيه، قرن واحد اللي هو الإسكندر الأكبر ده. وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر وركب إليه بشدة قوته. ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكثر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض وداسه ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس الناس جدا، ولما اعتز، لما ابتدى يتكبر ويحس ان هو خد العالم كله في وقت قليل، انكسر فلم تكن للكبش قوة للوقوف أمامه، وطرحه على الأرض ودسه ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس الماعز جدا، ولما اعتدى انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه أربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربع، اللي هم الأربع الملوك اللي ملكوا بعد الإسكندر الأكبر، اللي هم بطليموس وسلوقس وليوسان وليوسان ناخس وألكسندر. ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب. من مملكة من الدول في قرن صغير طلع، وده هنشوف شخصية هي اللي هتدور حواليها سفر المكابيين كله. ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي. فخر الأراضي المقصود بها مين؟ وهي
فخر الأراضي في الكتاب المقدس أورشليم. ابتدى ياخد أورشليم وتعظم حتى إلى جند السماوات اللي هو قيصر أنتيخوس أبيفانوس، ده أشهر ملوك السلوقيين اللي هيبتدي يأله نفسه كإله. وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم حتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة. وأنتيخوس أبيفانس ده هيضطهد شعب إسرائيل لدرجة أنه هيمنعهم من تقديم الذبيحة لله. وهدم مسكن مقدسه وخرب في الهيكل، وجعل جند على المحرقة الدائمة المعصية، فطرح الحق على الأرض وفعله ونجح. هنشوف عمل إيه في كلنا. بيرجع في نفس الإصحاح 8 بقى ويفسر في عدد 15، وكان لما رأيت، حتى نقرأ من عدد 13 كده، من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب ليذل القدس والجند مدوسين، فقال لي إلى 2000، يعني هو بيسأل لحد إمتى هتفضل المحرقة كده مبطلة، قال إلى 2300 صباح ومساء، 2300 يوم. وكان لما رأيت أنا دانيال في الرؤيا وطلبت المعنى، إذ بشبه إنسان واقف قبالتي، وسمعت صوت إنسان بين أولاي اللي هو النهر، فنادى وقال يا جبرائيل فهتم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلي حيث وقفت، ولما جاء خفت وقررت على وجهي، فقال لي افهم يا ابن آدم إن الرؤيا لوقت المنتهى، وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي وقال ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط، لأن الميعاد للانتهاء. الكبش الذي رأيته ذا القرنين هو ملوك مادي وفارس، والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول اللي هو الإسكندر الأكبر، وإذا انكسر قام أربع عوضا عنه، فستقوم أربعة ممالك من الأمة ولكن ليس في قوته، هيبقوا أضعف منه، وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل وتعظم قوته، ولكن ليس بقوته يهلك عجبا وتنجح ويفعل ويبيد العظمة وشعب القديسين، شعب القديسين اللي هو شعب إسرائيل، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده، ويتعظم بقلبه في الاطمئنان ويهلك كثيرين، ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر فوق المساء والصباح التي قيلت في حق. وقال له اكتب الرؤيا، ودانيال كتب كده ويقول وكنت متحيرا في الرؤيا ولا فاهم. فكان دانيال بيكتب اللي بيتقال له وهو مش فاهم حاجة، لأن دانيال شاف الأمور دي من قبل ما تحصل بتلتميت سنة، وهو ده بقى اللي جه وتم في سفر المكابيين. دي خلفية تاريخية عشان أوريكوا قد إيه الكتاب المقدس مرتبط ببعضه.